يعني ما بعرف إذا بعد في كلام من قلبي بعبر أكثر من هالغنية يلي سمعناها واللي انعملت خصيصا يمكن لأول مرة بتنعمل لممثلة قديرة مثل الست منى وصف. ضيفتي لليوم مثل ما تعبر عنها بالغنية, بس رح أرجع أقول ضيفة كتير مميزة بحضورها بشخصيتها بأدوارها, إن كان المسرحية أو التلفزيونية أو السينمائية. إن كان بمجال السينما شاركت بحوالي 30 فيلم, من أشهر أفلامها دورة في فيلم رسالة مع المخرج العالمي مصطفى العقاد. كمان بالتلفزيون كان لها أدوار كتير مميزة مثل فارس من الجنوب, الخنساء, الحب والشتاء, أهل الغرام, صراع على الرمال, قاع المدينة, وطبعا مسلسل الهيبة يلي نحن اليوم عم نتابعه بكل شغف. لقبت بكتير من الألقاب: نجمة سوريا الأولى, نجمة العالم العربي, سيدة الشاشة السورية, سيدة الأداء العربي, عرابة الدراما السورية, ولكن أنا رح أقول لقى بجديد سيدة القلوب. من مسيك بالخير ست منى وصف. يمسيك بألف خير. يا شو هذا سيدة القلوب؟ لا شيء مو معقول صدقيني يلي عم بيصير فيني مو معقول هالكم يوم. نعم خي شحل قدي مبسوطة. مبسوطة كتير بيّن من صوتي. فرحانة طبعا كتير. أول شيء بدي أقول رمضان مبارك. الله يخليك الله يبارك فيك. ونحن فرحانين لفرحتك ست منى. شو عم تعملي فينا؟ والله ما بعرف صدقيني ما بعرف ما عم حاول أنا أني أسعدكم. يعني هذا يعني هدفي, بعتقد هدف كل فنان يعني أنه لما يقدم عمل نعم. يسعد الناس نعم. ينال القبول يعني نعم. هيك نعم. نحن اليوم نعرف تاريخك الفني العريق, يعني وقد ما نحكي عن تاريخك بدنا كتير صفحات وبدنا أكتر من مقدمة, بس اليوم نحن معلقين بأم جبل كتير. هالأم يلي ما بتعرف الهزيمة, ما بتعرف الضعف, ما بتحني راسها, بتخفي ضعفها, يمكن تبين قد هي قوية وجبيرة. خبرينا عن هالدور ست منى. قد أنت عايشتي هيك بحب لوصل لقلنا هالقد وكان مقنع؟ أنا من لما قرأت النص لما قدموا لي كان تقريبا مكتوب حوالي 3/4. نعم. قلت له للمخرج للأستاذ سامر برقاوي, قلت له بشرفك هلا أنا لو ما كنت أنا فاضية لمين بدك تعطي هذا الدور؟ أنا عندي إحساس أنه هذا مكتوب إلي. قال لي إيه مكتوب إلي. واو يعني أي نعم. والله العظيم نعم. يعني أنا ولا عندي فكرة, وبعدين أنا ما كنت مفكرة أني أسافر على لبنان أعمل سنة مسلسل, لأنه ضليت 3 سنوات تقريبا نعم. كل سنة عم بعمل مسلسلات بلبنان نعم. فقلت السنة أنه عملت شو وأنه بدي ضل بالشام. فكانت يعني مفاجأة كثير بالنسبة لي نعم. أنا ليه حبيت هذا الدور؟ ليه؟ أولا هاي أدوار, يعني هاي الأدوار اللي أنا بحبها نعم. الأدوار المرأة المسيطرة, الأدوار المرأة السلطة, الأدوار المرأة اللي ممكن تعمل كل شيء في سبيل أبنائها, في سبيل سعادتهم, في سبيل بتضحي بكل شيء, بس في نفس الوقت جواتها في حنان كبير نعم. في محبة كثيرة بتخفيها نعم. بهذا الشكل. بس هي امرأة زمانة يعني, لأنه لما مات زوجها كانت هي صغيرة ورغم كل هالشي استلمت, يعني استلمت وهي اللي عملت كل هالشغل لحتى كبروا شبابها نعم. فهي إذا ما كانت امرأة قوية مثل صحة عفوا مثل ما أنا بتخيلها وتخيلتها مظبوط, لأني أنا إجمالا بهيك أدوار بستند دائما لخبرتي المسرحية يعني مثلا نجي ماكبس بالنسبة للسلطة, عرفتي شلون نعم. هاملت يعني 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 كل هاي الأدوار اللي فيها الإحساس بالسلطة نعم. أنا فيني أتقمصها نعم. وفيني أخذ منها يلي بدي وارتكز بقى على خيالي يعني, نعم. يعني خيال الفنان يعني نعم. هذا نعم. وروح محضرة يعني أنا ما بروح على التصوير وأنا ما بعرف شو بدي أعمل أنا بروح أنا محضرة وحافظة ومرتبة أموري ورايحة مشان مثل نعم. أديش شخصية بتشبه منى واصف؟ شو في بيشبهك يعني؟ كتير شغلات. بيقلك شغلة أنا باعتبار هلأ أنا دخلت بال54 سنة ممثلة بسم الله الله يبارك المسرح الله يخليك. مسرح أخذ مني شي 35 تقريبا 40 سنة نعم. وبالنسبة سينما وتلفزيون نعم.
مو مثل ما دخلت أنا. أنا كنت كتير فراجيل وكتير ناعمة مثل ما بيقول زوجي الله يرحمه, كتير كتير رئة. فجأة مع تراكم الأدوار, تراكم الخبرات وهذا المخزون, ما بعود أنا أنا يعني بصير كل شخصية لعبتها بتترك لي ندب صغير, حزن, فرح, شيء منه. وأنا بالذات كمان بعطي الأدوار شيء مني طبعا. ففي شيء يعني عرفتي, في شيء. بس هل انت شخصيه بتخفي حنانك هيك يعني بتبيني هالقد انت قويه بالحياه الطبيعيه بس عندك هالقد عاطفي وحب ببينوا بعيونك بس بتخبيون؟ ما بعتقد انا بقدر اخبي عواطفي انا كمونة. اوكي. لا ما في شغلات ما بيشبه كتير يعني, ما بيشبهون كتير للي بيلعبون, بس اتمنى ان يكون مثلهم. يعني انا مثلا اذا شفت ابني ببكي بشتقله. عرفت شلون؟ اكيد طبيعي. يعني بس اجمالا المتعارف عليه انه انا بشخصيتي من وقت ما دخلت اول كل عملوني مثل كوكيت. بعدين انا رفضت هاي الشغله. عرفتي كوني جميله واصمتي, خدي الادوار اللي بدنا اياها, مدري شو. المسرح بيعلم, بيثقف. يعني لو قراتي الثلاثين مسرحية يلي أنا مثلتهم من المترجمات العالمية بدي اكتسب منهم طبعاً شوية ثقافة. عرفتي شلون؟ تجي هاي الخبرة والشغل على عزات. يعني أنا بصراحة طول عمري بطمح أني يكون مميزة. ما كنت بعرف أني بدي يكون ممثلة, كان ممكن حلمي أكون كاتبة أو أي شيء, يعني شيء مميز, يعني أمشي بالطريق الناس تقول هاي فلانة مثلا. هذا يعني كان حلمك أنك أنت تتميز؟ هذا كان حلمي. أنا هذا حلمي. يمكن الله أعطاني هالبقعة الضوء أني أنا أكون ممثلة مشان أقدر أدي شيء. وعندي إحساس أنه أنا لسه عندي أمازون من جواتي ما حدا اكتشفه. واو. بعد لهلأ؟ لهلأ. شو بعد في يعني ممكن نكتشفه بمنواصف؟ أنا لما اشتغلت مع أنطوان ريمي الله يرحمه, عملت معه مسلسلين. أرحل وحيدا وزمن الحب. كنت في 20 سنة من عمري بين الأدوار المرأة القاسية, بين يعني حتى لدرجة إنه قالوا إنه مسترجلة على قد ما باخذ أدوار قاسية. وبعدين لما لعبت معه هدول الدورين طلع مني امرأة دافية. أنا نفسي ما كنت بعرف إني أنا امرأة دافية لحتى لدرجة إنه زوجي شاهين قال لي هنا أنت دافية. واو. شوف هذا الاكتشاف. نعم. وأنا عنده يعني ضلينا متجوزين 42 سنة كيف اكتشف من دورين إني أنا اكتشفت. إنه أنطوان ريمي فات لقلبي لجوا طلع شيء بعيوني أنا ما بعرفه. إذن معناته أنا جواتي بعد في كتير إشياء. في كتير ما طلعت ما بعرف بلحق ولا ما بلحق. لا أكيد رح تلحق بإذن الله. الله يعطيك الصحة والعمر لأنه كلنا بدنا ياك على الشاشة نضلنا نشوفك. يعني هون ست منى وصف المخرج كتير بيلعب دور يطلع هالقد قدرات منك ومن غيرك من الممثلين. شوفي حسب ما أنت بتأمني بهذا الإنسان أو لا. أوكي. أنه أنا لما بروح محضرة كل شيء منتظرة ملاحظة. منتظرة شيء على أدائي. يعني أنا مو دائما يعني لا يعني أنا قمة, بحتاج أحيانا بحتاج لملاحظة بتغير شيء من 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 جواتي بهذا المشهد بيقوم بيطلع ألخ معين. عرفتي كيف؟ يعني أنا كتير 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 باخذ الملاحظة بجدية حتى لو كنت محضرة حتى بعد هالخبرة ما بتزعلي مثلا إنه أنا منى وصف عم بتوجه لي ملاحظة؟ واو لا ابدا. ابدا لا. اوكي. احنا ممثلين المسرح منضل 3-4 أشهر عم نعمل المسرحيه بيضلوا بيعطونا ملاحظات ونحن بنناقش وبنعطي ملاحظات وبنعمل بروفات بنحفظ بعدين غيبا بنروح من 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 يعني من احنا متعودين. متعودين لا انا ما بشعر ابدا بالعكس. وبعدين بشوف الحب يعني لما بمثل مشهد وبطلع بخلص وبطلع من المشهد وبلاقي هذا الحب والإعجاب بعيون المخرج بقوم أنا بكون سعيدة. بصل لك حقك يعني بالنتيجة اليوم. نعم.
اليوم ست منى قديه عم تشوفي محبة وإعجاب من بعد هالدور؟ طبعا كل حياتك كان في نجاح وعم تحصدي هالنجاح، بس اليوم لأنه بشهر رمضان المبارك والهيبة عم بيسجل مثل ما عم بقرأ يعني نسبة إقبال جماهيري كتيرة، وعم بينحكى أنه حضرتك أكيد من أهم الأدوار اللي عم تلعبيها بين تيم وبين نادين، تانيتهم كمان ممثلين رائعين. قديه عم تشوفي هالنظرة بعيون الناس والكلام والصحف؟ شي شو بدي قلي؟ يعني أنا طليت 7 سنوات ماني عاملة مقابلات لا تلفزيون ولا إذاعة ولا شي. بهالثلاث أيام هدول، هاي أنت ثالث يوم. حاكي أنا قد السبع سنوات يلي يلي صمت فيه، لأنه من كثر ما شعرت إنه الناس مندفعين والإعلاميين مندفعين، يعني يعني حتى الإعلام. شوفي هلا أنا بقول شغلة موثقة عندي أنا بالمجلات والجرايد يلي عندي، إنه أنا خلال 10 سنوات من عمري يلي كتبت علي الصحافة اللبنانية لما اشتغلت مع ممثلين ومخرجين لبنانيين بناتهم على رأسهم الله يرحمه أنطوان ريني. نعم الله يرحمه. قد ما كتب عني خلال 40 سنة، يعني عرفت شلون يعني إذا بدي جمعون. فأنت لما بتنشري هاي الشهرة وبتحسي بهذا الحب ما بتقدري ما تتجاوبي. نعم ما تتجاوبي معه. يعني صعب كتير. طب كنت مفتكرة حدا رح يتصل فيك من كندا مثلا؟ لا والله. كانت مفاجأة صريحة من كندا. لا هلا يومين من بيروت ايه، بس من كندا لا والله، هاي اول مرة. مع انه كنتك من كندا مع انه كنتك نادين من كندا. شو قلتي؟ مع انه كنتك نادين من كندا، ما خطر على بالك هالمشروع. هذا شيء ثاني والله، بس انا رحت على كندا مره، كرموني السيدات السوريات والكنديات. باي سنه ست منى؟ كرموني والله ما يعني بدك تقولي في 10 سنين. في 10 سنين. وين بكندا بالتحديد؟ وين؟ تورنتو. ابنك عايش هون اذا مش غلطانه بكندا؟ أمريكا. بأمريكا. أنا فهمت بكندا. عندك ابن وحيد الله يخلي لك إياه. ما عندي غيره. ما عندك غيره. هيك يعني ما في ضروري حدا يقول لي هذا ابنك وهذا ابنك، أنا بس شوفهم كلياتهم يعني عم يمثلوا أولادي وبحضنهم، بحسهم عمار باللا شعور طبعا. ما فكر إنه هذا عمار، بس باللا شعور هنن أولادي يعني. أكيد. أنا افتكرت عمار بكندا، قلت بلكي بتزوريه بنكسبك هيك بنربحك نحن هون. يا ريت والله. عمار مو بكندا، عمار بأمريكا. بأمريكا بتزوريه من وقت لوقت أو هو بينزل؟ لا هو ما بينزل، أنا بروح. ما بينزل على عنده عائلة أنه مجوز؟ متجوز هو. بس ما عنده أولاد. زوجته عنده بنته شب. طب كيف بيشوف عمار هيك نظرته لإليك؟ يعني كيف بيعبر لك بس يشوف أمه هالقد إنسانة ناجحة غير أمه لإله؟ يعني هالقد مرة ناجحة فنياً وثقافياً واجتماعياً. عمار آخر مسرحية شافني فيها سنة 82 حرم سعادة الوزير لابرانسي لابنوشيتش قبل ما يسافر على أمريكا للدراسة أول مرة. قام وقف على حيله وصفق. عمار يعني ربي معي. يعني شايف كل المسرحيات اللي أنا عملتها، وكان يروح يحضر بروفاتي بالمسرح القومي، وأحيانا كان يسمع لي. وكان معي باليونان وقت اللي صورت، لأنه كل الأعمال كانت باللغة العربية فصحى. كان يصغي. صورت مع أطوار رمي كان معي باليونان. يعني كان يحضر التصوير. كان يصغي جيد يعني بشكل جيد لإلك ليسمع لك يعني. عمار كتير قارئ، لأنه يعني تعدى طبعا مني ومن أبوه ما شاء الله، يعني لغات وقراءات وشغلات. يعني طب كيف بيطلع الولد يعني كيف بيشوف أهله؟ طب ما عنده شي نفحة تمثيلية هيك شي للفن؟ يدرس إخراج أو تب؟ لا 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 لا، بعيد خالص. بعيد كليا. طيب ست منى، خبرينا شي هيك شي سكوب لقلنا عن مسلسل الهيبة. ام جبل شو رح يصير بالاخر معها؟ رح تفرق؟ لا 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 يا كندا، لا 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 مهضوم بتوش انت بالحدا. لا يا كندا، لا 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 يا هيك دغري فيتو. ولا يمكن ليه نحن بكندا ما حدا رح يسمعنا تحت عندي. لا مين قال لك هالحكي؟ شوفي اليوم عم
كنت عبعتي مقابلة. نعم. قالوا لي إنه مبارح كان أستاذ سامر برقاوي بنفس البرنامج. وقال إنه في جزء تاني درياني أنتي؟ أنا قريت إنه في جزء تاني بس ما بعرف إذا صح. ما بقى كتير نصدق الصحافي يعني. لا لا هو أكدوا. أكد في جزء تاني. أكدوا الأستاذ سامر. أتأكد يعني. عظيم يا رح نشوفك بعد بجزء تاني. في جزء ثاني. نعم عظيم جدا. يعني ما في خط يعني ما في نهاية رح تكون مثل ما بقوله فاصلة رح تكون معلق يعني فينا نفهم. أي أكيد النهاية أكيد. رح تكون معلقة أكيد 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 لكن طبعا حتى يصير في جزء ثاني برمضان الجاي أنا يعني. ما بعرف. نعم يعني رح يكون برمضان الجاي إذا الله راد إن شاء الله. أوكي أوكي طيب وكيف رضاك على جبل؟ أنا بحبه كتير على فكرة أنا بحبه لتايم كتير. نعم. وأول مرة بطلع أمه وقلتي هلأ في مسلسل اسمه صراع على الرمال. نعم صراع على الرمال أنا كنت أمه ل... كمان أوكي. أي هذا وهذا الدور الثاني. نعم. أمه. نعم ولما تخرج من المعهد وأول عمل عمله مع والله بظن مع حاتم علي بظن ما بتذكر مين المخرج. بس أدهشني بدوره. أدهشني بدوره شفته في شيراتون. نعم فايت من الصالون ناديت له وهنيته. نعم نعم اي اول مره بشوفه شخص يعني. نعم وبعدين نعم اريد اريدك على كنتيك. لا كنتي شكلي ثاني. نعم نحن تعرفنا انا ونادين على بعضنا من سمره. سمره كان دور بياخذ العقل لقلك البصاره وكان حضرته بشغف كمان. ها شفتي. نعم. فانا يعني كثير كثير كنا رفقات كثير كثير يعني اكثر ما تتصوري. نعم. بعدين اما تونسيه. نعم بعرف. أما معجبه فيني دائما بتقلي انه امي معجبه فيك. شحلو. نعم هي بس اما يا ست منى هي قضيت على اما لنادين ما كلنا معجبين يعني فيك. الله يخليك يا رب. بس يعني انا عم اقول لك يعني انه هيك أكيد. مثل ما بيقولوا انتر بارانتيز يعني. نعم. انه بين قوسين هي الشغله. نعم. ست منى واصف انا الوقت دهمني بتعرفي يعني دايما الخطوط عم بتعذب شوي لنطلع من كندا على دول تاني بس ما بقدر اقول لك قد ايه انا مبسوطه اني سمعت صوتك الحلو وسمعت هالفرحه وصلت لي عبر صوتك يعني ونحن كتير منقدرك ومنقدر عملك الفني وبندعي لك بالصحه وبطوله العمر وبنشوفك بجزء التاني برمضان القادم اذا الله راد ان شاء الله ان شاء الله وشكرا جزيلا اهلا وسهلا فيكي شدي لك كوني سعيده كمان انت كوني سعيده انا هلا انا سعيده وسعدت اكثر بصوتك الله يخليكي يا رب الله يخليك وضلك بصحتك ومرتين رمضان مبارك شكرا شكرا للممثله القديره منى واصف الله يكون معك